يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مكان معين في المقبرة لأجل أداء صلاة الجنازة فهل هذا مباح؟ لا، ما يجعل مكان معين لأجل صلاة الجنازة، صلى على الجنازة بأي مكان مناسب، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. أي بقعة يمكن الصلاة على الجنازة فيه أو على قبرها إذا دفنت بدون أنه يعين مكان. نعم.